ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكفاية كده جد بقى. نيجي شوية في شوية كده بنانيتي كالعادة، لازم احط لكم في البرنامج بتاعي ميك اب ارتست طبعا، معانا كده حاجة حلوة كده جميلة. هسيبها هي تعرفكم بنفسها. يلا اتفضلي يا نانسي. ثانك يو مروة. نانسي كريسا، انا خريجة ألسن ايطالي، كنت عايشة في ايطاليا وهوتيلير، يعني شغالة في مجال الفندقة، بس الميك اب بالنسبة لي هو ماي تالنت. فبدأت في الميك اب من ساعة ما كنت في إيطاليا، وبعدين رجعت مصر وبدأت أشتغل حاجتين مع بعض، ودلوقتي I will go in this way يعني. طيب قولي لي بقى، معايا برضو شويه اسئله كده، بس هي اسئله كتير بقى. انا اوكي بيتقالت لي اسئله كتير عن الميك اب، لان انا خلاص بقى دي فقره خلاص يعني في البرنامج بتاعي، فعايزين كده نسالك شويه اسئله. اوكي قولي لي بقى، ايه احسن طريقه؟ واحده بعتها بتقول ايه احسن طريقه عشان افتح وشي. تمام، بصي، واحنا قبل ما نتكلم في موضوع افتح وشي ازاي، هو اهم حاجه لازم ابقى وشي مترطب كويس، ده يعني الف ب ميك اب. لو انت مش بالصبح بتحطي الميك اب بتاع النهار وبالليل بتحطي الميك اب الكريم بتاع بالليل وحاطه سيرم وحاطه الحاجات دي، صعب جدا انك تعرفي تفتحي بشرتك. هو طبعا في الماسكات بقى اللي هي كلها مثلا الحاجات الفاتحه، اللي هي مثلا اللبن البودره والزبادي والليمون، الحاجات دي كلها بتفتح بشرتي عادي، بس مش هتديني اللونج ستاي زي لو انا مهتمه ببشرتي من الاول. ومش لازم اجيب الحاجات الغاليه، يعني انا ممكن مثلا استخدم كريم نيفيا، كريم نيفيا ده مش غالي. بصي يا نانسي، انا عندي اقتناع تام ان في ناس شويه يعني بحسهم هما بس اهم حاجه ان عندهم الحاجه دي براند وغاليه، مع ان في حاجات على فكره دي ملهاش اي لازمه خالص، لان في ساعات في الشركات الكبيره دي بتكلم مثلا بلوجرز كتير، وبتكلم مثلا ناس كتير على السوشيال ميديا تتكلم على البراند ده في الشهر ده عشان يبقى اكتر براند معروف في الشهر ده. فانك تسمعي كلام وتسمعي اعلانات وتسمعي كلام على منتج واحد في وقت معين، فده معناه انه في الشركه دي عايزه تروج للمنتج ده. في حاجات رخيصه جدا حلوه جدا جدا وبترطب كويس، براسينول، الكريم، نيفيا، حاجات كتيره في الصيدليه مش غاليه، بس بتدي نفس الافكت بتاع الحاجات اللي هي بالمبالغ اللي احنا عارفينها يعني. طيب بصي يا نانسي، عايزه اسالك على حاجه بقى مهمه. في بنانيك كتير جدا بتبقى عايزه تقل شويه موضوع حواجبها ده، بس كتير بيحتاروا ان هم يجيبوا اللون الاغمق من بش... يعني من بش... من لون بشرتهم ولا اللون الافتح. بصي احنا تمام، هو في الحواجب انت عندك، احنا في مصر في حاجتين، في اكتريه البنات عامله تاتو، وفي بنات اللي هي سايبه الشعر بتاع حواجبها عادي. ده ليه منتج ينفع استخدمه، والتاني ليه منتج ينفع استخدمه. البودر لو انا جبت درجه اغمق من شعري هتبوظ لي الدنيا خالص. لازم احاول اجيب نفس الدرجه بتاعت لون الشعره اللي عندي. في بقى بني فاتح، في بني غامق، في تشوكلت، في اللي هو جراي اللي هو بقى الشعر الاسود. لو احنا اكتريت المصريين عندنا شعرنا اسود وحواجب شعر يعني سودا، فهتستخدمي البودر الجراي الغامق. لو انت مثلا عامله شعرك زي لون، هتبداي تلعبي في درجات البني، بني غامق لو انت مثلا عامله بني غامق في شعرك، لو عامله لايت زي انا بستخدم مثلا سوفت براون فتح لي شويه. هو اصلا هو انا بقى لما بصبغ حواجبي او بعمل فيها اي حاجه ده بينزل شعر الحواجب صح؟ طبعا 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 طبعا. بصي يعني احنا في مصر متهيألي الحواجب بتاعتنا اكتريتنا يعني عندنا حواجب، انا عامه عامله تاتو يعني، بس كبنات مصريه في الجامعه والسن اللي هو البنات العاديه اللي مش بتحط ميك اب تقيل وكده، هتجيب البودر الرخيصه اللي هي البلتات الموجوده ديت العاديه دي، بتدي نفس الايفكت على فكره بتاعت الحاجات الغاليه يعني في بودره الحواجب بالذات، وهتنشط بيها بس حواجبها بنفس الدرجه بتاعت لون شعرها، جراي لو انت شعر حواجبك اسود، وتلعبي في درجات البراون لو انت اوريدي صبغه شعرك يعني. طيب البنات اللي بتقلق من موضوع ان الكحل دايما بيسيح، يعني انت ممكن ترشحي لهم كحل معين بيكون كويس او ثابت؟ في ناس اصلا ما بتحطش كحل بسبب ان هي دايما بتقولك انا خايفه يبوظ الميك اب ويسيح. تمام، بصي هو عامه يعني انا ما بحبش الكحل اللي اتحط كل يوم. ليه؟ لان انت مهما شلتيه بالكلينزر بتاعك بالمنظف هيديكي تحت عينك هيسيب علامات. تمام، بس انت لا هي لو عايز يعني متعوده اوريدي انها تحط كحل في عينيها، لانه في بنات اصلا ما بتحطش كحل بتحس ان هي عيانه، يعني هم اوريدي وشهم متعود ان هم يحطوا كحل كل يوم.
في اللي هو المثبت بتاع الميك اب ده بيبقى حلو جدا لو انت رشتيه على وشك قبل ما تنزلي. انا اصلا بجد كنت عايزه لسه اسالك على موضوع ان عدم ثبات الميك اب ده بالنسبه اصلا للبنات لوحده مشكله عشان بيسيحوا بالذات في الصيف. ده حقيقي اه ده حقيقي بسبب الرطوبه وبسبب الجو بتاعنا وكده. في طبعا في براندات عامله مثبت ميك اب، بس في كمان هتلاقي لو انت دورتي على اليوتيوب وكتبتي ازاي هاو تو ميك يعني ميست في البيت، بتبقى طريقه سهله جدا، ميه ورد ومعاها حاجات تانية بسيطه جدا وتقدري ترشيها على وشك قبل ما تنزليه من البيت، وده بيثبت الميك اب جدا ويقعد معاكي فتره كبيره. طيب في بنات بيحبوا تكون المنطقه بتاعت الخدود دي كده مسحوبه كده، ازاي يعملوا الموضوع ده؟ هو اساسا عشان انت تعملي ميك اب حلو لازم يبقى كل ميك اب عندك ليفتنج، لازم تعملي ليفت للوش كله، وده بيلعب عن طريق الكونتور. انت لو غمقتي هنا شويه هنا وحطيتي البلاشر فوقيه ده اوريدي هيعمل ليفتنج لخدودك، تمام؟ فانت لو ما عندكيش كونتور البلاشر يبقى كله على فوق، حتى رسمه العين تبقى على فوق، فده هيدي اوريدي وشك ان هو مرفوع. تمام. طيب يعني طب الخدود، انا مش عايزه اسحب الخدود على فكره يا نانسي، بس عايزه خدودي تفضل زي ما هي. تسحبي بالبلاشر قصدي، يعني انت يعني بصي بالنسبه للبلاشر في طريقتين، في تو ويز، ان انت بتحطي هنا ده بس لما يبقى وشك رفيع عايزه تبيني خدودك وتدي وشك ان هو صحي، يعني في الدوره الدمويه شغاله في وشك وكده، بتحطي البلاشر هنا وعم فيش مشكله لو حطيتيها في القوره ونزلتي على ده بيبقى حلو جدا للخروج بتاع الصبح. لو انت بقى عايزه تعملي بلاشر اللي هو الليفتنج اللي انت قصدك عليه ده، لازم يبقى فيه تحتيه سنه كده كونتور شويه عشان ترفعي ترفعي خدودك لفوق. طيب التجاعيد والتكسيرات اللي بتبقى في الوش دي نداريها ازاي؟ هي اصلا دي بتبقى بسبب ان احنا عندنا رياكشنات كتير في وشنا. يعني انا نانسي دايما بتكلم وانا رافعه كده، الناس اللي بتضحك كتير هيبقى عندها هنا، الناس اللي بتتاثر بالكلام بسرعه زي فورتها. أيوة هنا دي فده حاجه والله بس انا سؤالي لا. بصي هو يعني ده ممكن يتعالج بالميك اب بلوز باودر. اللوز باودر ده مهم جدا 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 في الميك اب بالنسبه كمان للمصريين بسبب الرطوبه اللي بتبقى عندنا. انت ساعات بتحطي مثلا كونسيلر او بتحطي فاونديشن بتلاقيه بدا ايه يكسر، ده بسبب ايه؟ ان انت بعد ما حطيتي الكونسيلر او الفاونديشن ما قفلتيش ده باللوز باودر. لازم لازم بعد الكونسيلر هتحطي الكونسيلر تحت عينك، هتحطي فاونديشن هنا، بعديه على طول هتبصي فوق كده عشان يبقى جفنك مفروض، تتاكدي كويس ان الكونسيلر متوزع كويس، وباللوز باودر هتطبطبي كده ليه تقفلي المسام بالكونسيلر عشان ما يبداش يكسر مع الهواء ومع الحركه كتير. اللوز باودر اصلا في كمان ناس دلوقتي بتستخدم بدل اللوز باودر اللي هو بودره التلج بتاعه الاطفال، دي بتدي افكت برده كويس ورخيصه جدا وموجوده في كل حته. يعني مش غلط على البشره؟ لا مش هيبقى غلط ولا حاجه. انت بصي اهم حاجه الكميه تبقى قليله، ما تحطيش كميات كتيره. طبعا بنشوف في الميك اب توتوريال ان هم بيفضلوا يحطوا كتير لوز باودر هنا وهنا 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 و الحاجات دي في الميك اب الحقيقي بتبوظ الدنيا. انت كميه قليله خالص بتاخدي وبتقفلي المسام ديت، وكمان لو عايزه تمشي على وشك كله بعد الفاونديشن دي تبقى حاجه حلوه جدا، ما بتبداش تكسر الوش كده وتبين اللاينز اللي في الوش، وبتدي افكت حلو قوي في الميك اب كمان، لا بتعمل الوش مط للناس اللي وشها دهني، دي بتدي افكت مط يعني ما فيهوش الاويل بتاع الوشوش الدهني. الوش الدهني يعني. طيب البشره او الوش اللي دايما بيبقى باهت ومرهق او تعبان، ايه في رايك ايه الميك اب اللي ممكن يبقى حلو عليه او يداري ده او يخليه كده حلو؟ تمام. هو انا هقول لك الميك اب المهم اللي يليق عليه، بس الاهم ان هم يعالجوا الحوار ده، يعني يعالجوا لانه انت هتداريه بالميك اب هتروحي تغسلي وشك هتتنكدي. انت حلوه. انا بحس اصلا ان اوقات في ناس اوريدي اصلا بقوا من غير ميك اب دايما وشهم مش حلو من كتر ما هم 24 ساعه حاطين ميك اب، فتحسي بقى ان هم حتى مهما عالجوه هو وشهم بقى من غير ميك اب مرهق اصلا. بس انت على الاقل بالعلاج وبالاهتمام بوشك وعمل كل اسبوع صنفره وعمل ماسكات وعمل بخار للوش هتدي نص المسافه حل، يعني هتحلي نص المشكله. لكن انت لو استسلمتي بقى لا خلاص انا كده كده وشي بايظ فمش هينفع. يعني لازم يا جماعه كل اسبوع يبقى فيه ماسك سكراب، ولازم يا جماعه يبقى فيه الصبح نحط مرطب وبالليل نحط مرطب، لانه ده وشك ده اهم حاجه، ده اللي على طول قدام الناس وده اللي على طول اللي متشاف يعني.
انت كان سؤالك انك بتقولي ازاي الوش الباهت يبقى الميك اب اللي يليق عليه. لازم تزودي في اللون الوردي، لازم تستخدمي الوان ورديه، لازم الكونسيلر يبقى فول كفر. الكونسيلر مهم جدا، يعني ممكن تسترخصي في اي حاجه بس الكونسيلر عشان يداريلك اللي تحت عينك لازم يبقى غالي ونظيف. لازم لو انت مثلا تحت عينيكي اللي هو الارهاق وكده لازم تحطي الكونسيلر الاورنج الاول، او تحطي كونسيلر غامق عندك مثلا ما ينفعش عليكي، تحطي البلوشر هنا وتحطي هنا عشان يدي وشك ان هو فيه حيويه. طيب عايزه بقى كده تدي نصايح كده يعني في الاخر خالص، لو اي عروسه مقبله لسه على الجواز وكده، يعني قولي لي ازاي ممكن تهتم ببشرتها، ادي كده نصايح للبنانيت بقى كده ويلا. تمام. بصي ايه يعني ايه بي وش حلو ورايق ومرتاح؟ انك تشربي ميه كتير، ده يا جماعه بجد هيفرق جدا 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 جدا. لازم انت خلاص فرحك قرب هتبداي تكتبي كده ان انا النهارده هشرب مثلا 3 ازاز ميه دول، عشان انت هتحسي بالفرق. تاني حاجه ان انت لازم تبقي عارفه نوع بشرتك ايه، ما تحطيش اي حاجه وخلاص، لان انت ممكن تجيبي حاجه غاليه جدا وهي اصلا ما تنفعش بشرتك فتضرك بدل ما تفيدك، وتكون كمان فلوس اترمت في الارض. تالت حاجه ان قبل ما تنامي نو واي انك تنامي بالميك اب، ده حاجه هتبوظ لك بشرتك، لان 8 ساعات الميك اب على وشك وعلى مخدتك اللي هي ما بقتش نظيفه وعلى وشك، فانت كده بتدمري الدنيا اكتر. رابع حاجه لازم تستخدمي سيرم، السيرم ده مهم جدا للبشره بتاعت المصريين كمان. هو السيرم احلى من الكريمات صح؟ طبعا. لانه البشره بتمتصه بسرعه، بتاخد كل الفايده بتاعت المنتج اللي موجود في السيرم غير الكريمات. احنا شويه الكريمات عندنا لان احنا بشرتنا اوريدي دهنيه، فهتديكي اويل على وشك يعني وتحطي اي ميك اب هيتمسح على طول. الفاونديشن لو حطيتيه فوق كريم فيه فاتس كتير هيروح بعد ساعتين ثلاثه مع الحركه، مش هتلاقي فاونديشن. فانت قربتي على جوازك لازم تبقي مركزه بقى في بشرتك، وماسكات بقى، الماسكات الطبيعيه دي فكره حلوه جدا 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 جدا. انا دايما على الشانل بتاعتي وعلى الفيسبوك وانستجرام بنزل الافكار. وعلى فكره انت ممكن اساسا تقعدي تجربي حاجه تلاقيها تحفه جدا معاكي وتعمل افكت احسن من اكتر حاجه غاليه يعني. فانت لو اهتميتي ببشرتك هتظبط معاكي. انت اهم حاجه بس تبقي مركزه في الحاجه وتتفرجي على اليوتيوب وتتفرجي على الحاجات الماسكات اللي بتتعمل وتفضلي تعملي هتلاقي بشرتك بتتغير يعني. ميرسي ليكي يا نانسي، نورتينا جدا. ثانك يو مروه. على فكره لينا مقابله ثانيه. هي يا جماعه كنا هنجيب موديل بس للاسف يعني حصل كده شويه ترتيبات بوظت الدنيا، ان شاء الله هجيبها لكم. طب انا مبسوطه اني اتكلمت معاكي يعني. انا مقتنعه بيها بصراحه كميك اب ارتست. حبيبتي يا جماعه حبيبتي مروه، واحده اقول عليها بجد كده. يا روحي ثانك يو سو ماتش. نورتيني حبيبتي. ثانك يو. فاصل وهنعود، استنوني.